السلام عليكم. من اليوم غادي توفري فلوسك وما بقيتش تشري السردين معلب من المحلات، غادي تولي تصايبيه بطريقه سهله وبسيطه بزاف. غادي تشوفوها معايا البنات، يعني طريقه جد بسيطه كيفاش غادي نصايبو كميه مهمه ديال السردين المعلب وغير في الدار. خديت هنا واحد الكيلو ديال السردين، غادي نحيدو ليه كاع دوك العظيمات اللي كاينين في الظهر وفي يعني دوك الاشواك اللي تيكونوا في جنب، يعني تنقيوه مزيان 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 من جميع الاشواك اللي تيكونوا فيه يعني باينين بزاف. صافي، هنايا خديت غير كيلو، نتوما لابد تضاعفوا الكميه او يعني تقللوا الكميه، داكشي تيبقى على حسب الرغبه ديالكم. هذا الفيديو هذا غادي نحضر معكم السردين المعلب بالزيت، والفيديو القادم غنحضروا معكم بالطماطم. هنايا خديت نص كاس ديال زيت العود، نص كاس ديال الزيت النباتي يعني الزيت الروميه، اللي تتبقى على حسب الرغبه ديالكم. بغيتوا ديروا يعني كاس كامل ديال زيت العود اولا كاس كامل ديال الزيت الروميه، لكم الاختيار، اولا ديروا نص نص كيف درت انا. درت 4 كاس ديال الخل الابيض وجوج دريسات ديال الثومه وجوج ديال الوريقات ديال سيدنا موسى، شويه ديال الابزار، شويه ديال الملحه، معلقه صغيره عامره مزيان ديال القزبر يابس، وشويه واحد نص واحد غير راس معلقه صغيره ديال الكمون. صافي، غادي نمزج هاد المكونات هادو كاملين، ومن بعد غادي نبدا تنضيف هذاك السردين ديالي اللي نقيته مزيان مزيان مزيان، يعني تنقولو تنأكد عليها، يعني حيدو كاع داك الشوك اللي تيكون ليه في الظهر ديالو، اللي تيكون في الجنب، داك الشوك اللي تيكون كبير في الجنب، لان الطريقه ديال الدار ماشي هي يعني تماما بحال السردين المعلب، تيكون كاع داك الشوك اللي فيه دايب وطيب ديال الدار الا خليتو يعني شي شوك اللي كبير بزاف، فما غاديش يكون مزيان. كيف ما شفتو هنايا راه ما درتش الماء نهائيا في الكوكوط، فقط هذاك 4 كاس ديال الخل. حطيتها في الاولى نار اللي مرتفعه حتى بدات هكا كتصفر، ونقصت عليها النار خليتها هادئه 10 دقائق، يعني كنشعلوا العافيه حتى كتولي كتصفر، وكنقصوا البوطه كنخليوها مييله وكنحسبوا لها 10 ديال الدقائق. صافي، وتتكون واجده. فهاد المرحله هادي تنجهدوا العافيه وتنخليوها حتى داك الماء، يعني كاع الا كان لقين كان باقي يعني شويه ديال الخال ولا باقي شي داك السمك طلق شي شويه ديال الماء، كنشفوه مزيان حتى كيبقى غير هذاك السردين وديك الزويته اللي ضفناها. صافي، هنا مباشره نقدموه بالصحه والراحه، كيجي تماما تماما بحال السردين المعلب. تديروا كميه يعني الكبيره او كميه قليله تيبقى في الثلاجه، يعني تدير في واحد البواطه سواء ديال البلاستيك او ديال الزاج، تيبقى في الثلاجه ما بين 3 ايام حتى 4 ايام، الا كان الحال بارد يقدر يبقى حتى المده ديال اسبوع. الا بغيتوا يبقى لمده يعني اللي طويله بزاف، كتشدوا هذيك البواطه وتتلوحوها في المجمد، يعني كتخليوها في الفريغو، وتيبقى ديك الساعه مده اللي طويله طويله، يعني حتى كتساليو على خاطركم، تجبدوا غير داك شويه اللي بغيتوا كيتطلق، وديك الساعه كتخدموا فيه كتخدموا به زعما الشليضه ديالكم او تتاكلوه. تنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، والى اللقاء.